هذا بنجرب الآن ال20 متر، ال20 متر على الجالون هذا. هذا اصعد سم الله، ما شاء الله تبارك الله. هذه على 20 متر، نروح نشوفها. طبعا 5 طلقات نوك اوت، 25 جرين، اللي هو عيار 22. البندق طبعا ما هي 22، لكن استخدمناه كنظام حلبي، نبي نجرب فقط التأثير. ما شاء الله تبارك الله، من 20 متر. طبعا الرماية حبة ونيشان، مو هو لا دربير ولا شيء. اللي أصابه ثنتين، اللي أصابنا الجالون على مسافة 20 متر، ما شاء الله طلع منه كذلك. دقيقة، يلا بسم الله، ما شاء الله تبارك الله، نشوف مدى تأثيرها فيه. طبعا ما سبق ان رمينا 5 طلقات نوك اوت. هي تجارب على البندق، المسافه 10 متر. طيب لا اله الا الله، خلنا نبعد المقطع. واحده، اثنتين، ثلاث، اربع، خمس. نجي من الخلف، طلعن من الجالون على 10 متر. نشوف الان دائره الرش ونشوف تأثيره في الجالون. طبعا احنا رامين في الجالون في 5 طلقات قبل اللي هي النوك اوت، بس نجرب الان. قل بسم الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله تبارك الله. هذا التأثير، هذا جالون حديد، هذا يعني لا حال. الان معنا محاكاه الاهداف صغيره على 18 متر. طبعا اللي هي هذه زي ما تشوفون غطاوي مويه صحه، المسافه 18 متر. والان اي مجموعه اللي بترميها هذه، ها خلي كبر الزوم الى 18 19 20. لا خلينا نصبر شوي نشوف البث. الرماية الآن جاي من يمين، سم الله، ما شاء الله تبارك الله، والله يا الصوت يوحش. يلا ارمي المجموعة الثانية، هذه المجموعة الأولى راحت كلها، نروح المجموعة الثانية. هذه المجموعة الثانية، ما شاء الله تبارك الله، هذه العلب، علب موية الصحة اللي تورم منها. خلنا ناخذها واحدة واحدة نشوف، ما شاء الله تبارك الله، هذه ضربتها واحدة، ما شاء الله، وهذه ما شاء الله شقتها، وهذه ما شاء الله، وهذه اثنتين ثلاث ما شاء الله، وهذه ثلاث